يعني مستعد؟ لا معاك مستعد إن شاء الله. عاوز أسأل حضرتك سؤال بس كده سريعا كده، تقول لنا بدايتك للكرة كانت إزاي وإمتى؟ وبعدين أنا في الكواليس كده إن أنت كنت بطل الجمهورية للمصارعة، النقلة من المصارعة للكرة جت إزاي؟ والله بص، يعني الموضوع دوت، موضوع المصارعة ده خلي بالك مفاجأة، عامل مفاجأة جامدة قوي. أنا كان عندي 12 سنة وكنت حابب أخش أي رياضة يعني، فكان زمايلي وأصحابي بيروحوا يلعبوا مصارعة وبتاع وكده في نادي عندنا جنب البيت، فرحت معاهم اتمرنت واشتغلت وبتاع وكده، فحسيت إن أنا ممكن يعني أبقى كويس يعني، فمدرب بقى يهتم بيا، دخلت أول بطولة خدت المركز الرابع في بطولة الجمهورية، وبعد كده البطولة اللي بعديها كنت في الابتدائية بطولة الجمهورية للمدارس، رحت جيت هنا القاهرة واشتغلت هنا ولعبت البطولة، والحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الأول، وساعتها خدت الهدايا وخدت كل حاجة وطلعت على المدرسة بطل. كنت فرحان قوي. أيوه. كنت سعيد جدا. بعد كده يعني خلاص بقى بدأنا نهتم باللعب الكرة في الشارع، كلنا بقى سيبنا حتة المصارعة ديت. كان عندك كام سنة ساعتها؟ يعني خلاص كنت بقى 13 سنة. يعني رحت اولى اعدادي، فخلاص بدانا بقى نلعب دوري المدارس ودوري الفصول ونلعب في المدرسه الماتشات بعد ما تخلص الدراسه، اليوم الدراسي تمام، تقعد تلعب بقى مع اللعيبه زمايلك والمدرسين وبتاع وكده، فلقيت كل الناس بتقول لي انت ليه ما بتلعبش في نادي، ليه ما بتلعبش في نادي، لازم تروح مكان. فجينا في الصيف بتاع الاجازه بتاعه الدراسه اتفقنا ان احنا نروح نعمل اختبارات، نروح فين، قال لك نروح نادي الزمالك. طب يلا بينا على نادي الزمالك، كنا اربعه اصحاب، فروحنا دخلنا الاختبارات، وكان عندي كنت 13 سنة ونص يعني، داخل 4 يعني 14، زودت نفسي سنتين عشان ابقى 16 عشان ابقى قده. ياه. عليت ال 14 سنة صغيرين وانا كنت ما شاء الله برضو يعني جسمك كويس. كنت جسمي كويس، كان جسمي قوي يعني، ففضلت ان انا العب مع ال 16 علشان اساعد نفسي. تمام. لان انا لو لعبت مع الصغيرين دول كنت ممكن ما بانش يشكوا فيا، يقول لك ده مزور، ده ازاي كده، فقلت لا خليني مع ال 16 لحد ما اكتست الحمد لله كل الاختبارات، وانا الوحيد اللي فضلت منهم. وكابتن علي شرف جابني، انا فاكر بقى اليوم دوت كان اخر حاجه، اخر مرحله، فكنا بنعمل تقسيمه، فيا دوبك لمسه لمستين، فلقيت الكابتن علي شرف قال لي خلاص تعالى امير، يلا احنا عايزين والدك عشان يجي يمضي وهتقعد عندنا في مصر. فانا خفت، انا مش سني، انا ازاي 16 سنه وانا 14 سنه، طب اقول له ايه وهم مختاريني مع ال 16؟ ف اتشغلت كده شويه واتخطفت، فمشيت شويه ورحت راجع قلت له كابتن، كان هو طيب قوي وكانت الناس كلها تحبه بصراحه، فاخترت هم دول عن كل الناس اللي قاعدين، كان الكابتن سمير محمد علي وكابتن كوش الله يرحمه وكابتن محمد توفيق، فرحت له كابتن علي انا عايزك ثانيه واحده، قال لي يا فلاح، قلت له مش سني، انا قلت لكم على طول انا قلت لكم ده مش سن، افتكر انك مزور، افتكرني مزور، انا قلت لكم ده استحاله يبقى 16 سنه، فخفت اكتر، فقلت له على فكره يا كابتن انا مواليد 72. اصغر. قال لي ايه مواليد 72؟ قلت له مواليد 72. قال لي امير انت هتجيب والدك وهتجيب شهاده ميلادك وهتجيب ورقك من المدرسه وهتيجي، ولو ابوك ما جاش هيبقى عندك مشكله جامده. فعلا رحت كلمت والدي الله يرحمه في الشرقيه، وجي معايا تاني يوم النادي واديناهم الورق واديناهم شهاده الميلاد واديناهم كل حاجه، فهم ما كانوش مصدقين يعني، الحمد لله ربنا كرمني.